السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم من تونس، ونبدأها بعناوين أبرز ما فيها. إصابة وحيدة وافدة بفيروس كورونا، وارتفاع في عدد المتعافين، واستقرار في الوضع الوبائي في عدد من الجهات. مع اقتراب حلول عيد الفطر، تراجع الحركية في أسواق الخضر والغلال بسبب ضعف المقدورة الشرائية للمواطن والتوجه لاقتناء مستلزمات الاحتفال بالعيد. عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 94,000، والأمم المتحدة تحذر من أزمة تنموية جراء تراجع مستويات المعيشة في العالم. بعد صدور نتائج 1585 تحليلا مخبريا تم إجراؤها بتاريخ 21 من ماي 2020، من بينها 45 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، سجل 18 تحليلا إيجابيا، 17 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة الفيروس، وحالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مركز حجر صحي إجباري، كما سجل ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الشفاء. يتواصل انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا منذ أيام، إذ سجلت أمس إصابة جديدة وحيدة بهذا الفيروس وهي حالة وفدة، فيما يتواصل ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل 20 حالة يوم أمس، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالة الشفاء التام إلى 883 حالة، وتبقى 116 حالة فقط حاملة للفيروس، ولم تسجل أي حالة وفاة منذ الأسبوع الفارط وفق البلاغ اليومي لوزارة الصحة. ويسجل الوضع الوبائي استقرارا في عدد من الجهات، ففي ولاية قبلي أكد المدير الجهوي للصحة جوهر المكني أن المؤشرات المسجلة خلال الفترة الأخيرة تشير إلى أن الوضع الوبائي بالجهة يعتبر إيجابيا جدا. وفي ولاية المهدية أظهر عدد من التحاليل المخبرية لعينات مخالطة للشيخ المتوفي بالفيروس الأسبوع الفارط وامرأة حامل مقيمة بمستشفى طاهر صفر سلامة هؤلاء الأشخاص بما فيهم الإطارات الطبية والشبه الطبية، وفق بيان أصدرته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية. أما ولاية الكاف فقد أصبحت خالية تماما من أي إصابات بفيروس كورونا بعد شفاء آخر مصاب أصيل الجهة خضع لإجراء الحجر الصحي بالمنستير إثر عودته من إحدى الدول الإفريقية، وفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة طارق الراجحي. هذا وقد ارتفعت حالة شفاء المصابين بفيروس كورونا بولاية قفصة إلى 36 شخصا، وذلك بعد تعافي 6 مصابين وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالجهة سالم ناصري. وفي ولاية قابس لم تسجل لليوم 30 على التوالي أي إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب ما أكده منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران، مضيفا أن ولاية قابس قد سجلت حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص المتعافين بشكل تام من هذا الفيروس إلى 20 شخصا. وفي ولاية منوبة تظل فقط 3 حالات حاملة للفيروس جميعها محل متابعة طبية حسب المديرة الجهوية للصحة إيمان السويسي، مؤكدة تطور عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 32 حالة. وفي القيروان أعلن المدير الجهوي للصحة حمدي الحذري تسجيل 6 حالة شفاء من فيروس كورونا من مجموع 8 إصابات مسجلة بالجهة. تمكن مهندس من ولاية قابس من اختراع آلة لتعقيم النقود والأوراق الشخصية في إطار التوقي من فيروس كورونا. جمال شلبي مهندس متخصص في الهندسة الكهربائية وصاحب مؤسسة ناشئة تعمل في صناعة الآلات الصناعية. هذا المهندس الشاب حرص على دعم الجهود المبذولة في التوقي من فيروس كورونا، ونجح في صنع آلة مخصصة لتعقيم النقود والأوراق الشخصية. هذه آلة لتعقيم العملة الورقية والمعدنية وكذلك الأوراق كما البطاقات التعريف، بطاقات ليبرمي، كما بطاقات البنكية وبطاقات الهوية. المهندس جمال شلبي وجد الإحاطة والدعم من الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بقابس ومن جمعية قابس الفاعلة. الجهاز هذايا جربناه وخذينا الفيدباك وطلعنا الموديل الأول اللي هو قابل للتسويق، وطويقنا حضرنا الورشة باش تخرج منتوج بأكثر عدد ممكن يكفي السوق ويعطي نزود به السوق. تعددت في ولاية قابس مبادرات المهندسين الرامية إلى مجابهة فيروس كورونا، مبادرات أوجدت حلولا تساعد على التعايش مع هذه الجائحة.
تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببنعروس من الاحتفاظ بوكيلة شركة مختصة في استيراد وبيع الآلات الطبية. كانت استغلت الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد في مقاومة جائحة كوفيد-19 لترويج معدات غير صالحة للاستعمال. وقد تولت المعنية وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام جبابلي التفويت بالبيع في آلات طبية معدة لضخ السوائل والأدوية أثناء فترة الإنعاش غير مؤهلة للاستعمال وتشكل خطرا على صحة المرضى. كما تمت إحالة الوكيل الثاني للشركة نفسها فرنسية الجنسية، وثلاثة تقنيين كانوا أطرافا في هذه الشبكة، وحجز 14 آلة طبية غير صالحة للاستعمال. وقد تعهدت الفرقة المذكورة بالموضوع بحسب تعليمات النيابة العمومية. تشهد أسواق الخضر والغلال تراجعا في الحركية نظرا لتوجه التونسيين إلى اقتناء مستلزمات العيد مع اقتراب حلول عيد الفطر رغم الظروف الاستثنائية للحجر الصحي الموجه. مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك تشهد أسواق الخضر والغلال تراجعا في الحركية مقارنة بالأيام الأولى لشهر رمضان، تراجع يعود إلى ضعف المقدرة الشرائية للمواطن والتوجه إلى اقتناء مستلزمات العيد. هاي النصب الكل واقف، كان تلقى شي زوز ولا واحد على نصب، الباقي كله فارغ هيك تشوفه. ما ثم شيء سيتو عن النبي، العباد فلسة ما عندها شيء فارغة. اللي عنده 4 فرنك كل يوم في الحوايج وقعدهم بقى. يا زلوش يكمل ليمات العيد وبرا. الضغط ما عادش برشا. إي ما عادش الضغط برشا لأسباب اللي أنا تو متولهين بالحوايج العيد. والأسعار شوية زادت غلات شوية نتاع الخضر. يوار يفكر يمشي لاتجاه آخر، يمشي يفكر في اتجاه نتاع الملابس نتاع الصغار وحوايج العيد. تشوف فيها ما عندهاش ناس واقفة، ما عندهاش فلوس. ناس واقفة العباد بطالة، ناس واقفة تشوف المارشي مسان توا آخر نهار بتاع عيد، ناس فما قبال فما ماك تشوفها، الناس كلها قاعدة تتفرج، خضارة قاعدة تتفرج فيها بعضها برك. قص شوية، أما معناتها لازم في اللازم توا، كل شيء لازم يتشري ولازم في اللازم هكا. أما أول رمضان بيان سيغ العباد تبدا طاولة من هنا لهنا، توا شوية شوية. يحرص التونسيون على اقتناء مستلزمات العيد من ملابس وحلويات رغم الظروف الاستثنائية لفترة الحجر الصحي الموجه. كنت ناخذ في البش، خذيت سبادري للبنوتة وخذيت ليان سروال ومريول كاو. هذاك هو تو واحد كونسونتري في حوايج العيد كاو. لازم شي خرجوش لحاجة الصغار، فماش موجود الناس كل قاعدة تشري، مش بالقليل مش بالكثير، بالقليل والحمد لله. عطينا لباس بركة الصحة، لباس العيد يمشي ويجي. بالنسبة للدبش قاعدوا كان الصغار يشريولهم، مش كيما مستنسين. مستنسين تاخذ العباد الكبيرة والصغيرة، توا قاعدوا كان الأكثرية للصغار، الكبار قليل معناها مش برشا، مش كيما العادة الجملة. الوحيدة اللي لاحظتها على الأقل في اللي بوتيك منظمة شوية. في الأسواق أنا درت الصباح في الأسواق، لي زموان مسرجة شوية، في اللي بوتيك فما هكا سباس وكذا لباس. ساعات تفصلنا عن نهاية شهر الصوم واستقبال عيد الفطر، فرحة يحاول التونسي أن يعيشها رغم كل الظروف. وفي آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، حذرت الأمم المتحدة من أزمة تنموية مع توقع انتكاسة في المجالات الأساسية لمستويات المعيشة في معظم دول العالم جراء أزمة كورونا، فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 94,000، حيث أعلنت واشنطن تنكيس الأعلام 3 أيام. فيما تقترب أمريكا الجنوبية من أن تصبح البؤرة الجديدة لوباء كورونا، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1200 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء إلى أكثر من 94,000. أما عدد الإصابات فتخطى عتبات 1.5 مليون، وهو ما يمثل أكثر من خمس عدد الإصابات في العالم. وإذا أهذا الوضع، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية لثلاثة أيام تكريما لضحايا الفيروس، لكنه قال ردا على سؤال بشأن موجة ثانية للوباء إنه لن يسمح بإغلاق آخر لاقتصاد الولايات المتحدة. ترامب برر ذلك بقوله إن الوباء العالمي أثبت أنه لكي تكون أمريكا دولة قوية يجب أن تكون صناعية، مؤكدا أنه يكافح من أجل استعادة الوظائف من الصين وعدة دول أخرى على حد تعبيره.
في المقابل قالت الصين إن النمو السلبي للاقتصاد ثمن يستحق الدفع لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وأكدت أنها ستعمل على ضمان تحقيق أهداف التنمية هذا العام. وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، ما أجج المخاوف من أن أزمة كورونا ستطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط. وألقت أزمة كورونا بحملها الثقيل على جميع اقتصادات العالم دون استثناء، حيث حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أزمة دولية في التنمية مع توقع انتكاسة في مستويات المعيشة في معظم البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. وتؤكد تقارير البرنامج الأممي أن ظروف المعيشة اليوم تعادل مستويات الحرمان المسجلة في منتصف الثمانينات في مناطق كثيرة من العالم، وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن ملايين الأشخاص في إفريقيا مهددون بفقر مدقع جراء انتشار الوباء في القارة السمراء التي تواجه اليوم تهديدا ثلاثيا في ظل زحف الجراد الصحراوي ومياه الفيضانات المميتة ووباء كورونا. عودة إلى الشأن الوطني، وفي اجتماع لمكتب مجلس النواب الشعب صباح اليوم تم النظر في نقطة وحيدة تتعلق باللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الحر الدستوري خصوصا، ولم يقع بذلك تسجيل أي تعديل من قبل باقي الكتل، ولذلك فقد أقرت جلسة عامة بتاريخ 3 جوان. وتأتي هذه الجلسة تحت عنوان إعلان موقف البرلمان الرافض للتدخل الخارجي في ليبيا والمناهض لإحداث قاعدة لوجستية بالتراب التونسي لتسهيل التدخل في ليبيا، مع دعوة كتلة الحزب الحر الدستوري إلى رفع اعتصامه. كما نظر مكتب المجلس في البيان الصادر عن عدد من الكتل النيابية، وذلك بخصوص الدبلوماسية البرلمانية وإجراء حوار مع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي. تعاني عديد المناطق بمعتمدية جرجيس انقطاعا واضطرابا في توزيع مياه الشرب بصفة متواصلة، ما أثار استياء متسكني الجهة لاستمرار هذه الوضعية التي طالت مدتها. في معتمدية جرجيس تواترت انقطاعات الماء الصالح للشراب في الفترة الأخيرة بشكل مستمر صيفا وشتاء، وتدهورت نوعيته بارتفاع درجة الملوحة فيها بحسب مواطني المنطقة الذين أطلقوا نداء استغاثة لتزويد مختلف أحياء المعتمدية بالماء وتجنيبهم معاناة مستمرة منذ أشهر. متكررة معناها الحكاية، مش مرة ولا اثنين، معناها كل ليلة معناها شيء، معناها ولت معاناة كبيرة ياسرة. والله ثم اللي عامل متر كبة متاع الفترة، فهمت، وثم أي خزان معناها صغير معناها يعاون به، وكل واحد كيفاش معناها ما يقدرش معناها مشكلة كبيرة. ما طول مقصود سرتو في جرجيس ياسر نقص، تو عندنا في الظواهر هنا 11:30 جيت تحل السبالة تلقاها مخصوص، فما عباد ما عندهمش بزقيات، سبحان الله ما عندهمش منين بيجي، ما عندهمش كنيات يا خمني بشي يجيب لك. السبيطار ما عندهش مية ناس، سبيطار جرجيس والله لا فيه قطرة مي، وكل يوم من 11 متاع الليل يسقصوه المي، كل يوم يوميا نفس الحكاية. قبل كان في الشتي فهمتني النوعية باية سيبون ماش خايبة وما يقصش، ما تو في الصيف ولت النوعية رديعة وديما مقصوص. وفي محاولة لمجابهة النقص المسجل في تزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب، تدخلات منتظرة لإقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بحسب مسؤوليها. بالنسبة لجرجيس تم رصد مشاريع في تعزيز المنظومة المائية عن طريق إحداث بئر جرجيس 9 اللي كان بكلفة 350,000 دينار، بالتالي هو بصدد الإنجاز. تم حفر البئر في مرحلة متقدمة من الكهرباء، تم وضع القنوات بنسبة 95%، متوقع أنه ننطلق في الاستغلال بداية من جوان 2020. ومع ذلك يبقى الإشكال ذاته ويزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة أبناء المنطقة من الخارج وانطلاق الموسم الاصطياف، ما يتطلب الأمر تدخلا حقيقيا وحلولا جذرية. مستثمر في قطاع الفلاحة أصيل قصر جديد من معتمدية بن خداش كان مقيما بفرنسا، استغل حوالي 10 هكتارات من منطقة البحيرة لغراسة الأشجار المثمرة والزيتين، غراسات كانت ذات مردودية متواضعة كمرحلة أولى من الإنتاج، إلى جانب صعوبة في توفير اليد العاملة والإرشادات الفلاحية التي يحتاجها في بداية انطلاق مشروعه.
محمد البوزيدي أصيل منطقة قصر جديد من معتمدية بن ختاش مقيم بفرنسا، استثمر في قطاع الفلاحة حيث استغل حوالي 10 هكتارات بمنطقة البحيرة بغراسة الأشجار المثمرة وأشجار الزيتين، غراسات متنوعة كانت ذات مردودية متواضعة كمرحلة أولى من الإنتاج. عمل بالخارج، حبيت نستثمر، معناها فتحت المشروع الفلاحي هذا، اما تخديته معناها بمشروع فلاحي معناها تاع برشا، والحمد لله خسرت عليه وخدمته كل شيء، ما يقارب 1100 زيتونه، ما يقارب 3000 عنبه، ما يقارب معناها 450 خوخ. والله المردودية معناها المشروع يخرج، معناها البيعان ما نبيع محلي، الأغلبية ما زالت مانيش معروف ياسر هنا ياكت، معناها ثم حرفاء معناها يجون هنا على عين المكان. الإنتاج متوسط، ما هوش ياسر، مش معناها داب الآن إلى حد الآن، معناها داب الخدام والمصاريف نتاعها، ما ثم حتى شيء. مثلا نبدا ثم باش يقولوا لك على الأدوية، بفهموك يعطوك خبرة يعطوك، ما ثماش. اختيار هذا المستثمر القطاع الفلاحي جاء نتيجة ما وجده من تربة صالحة للغراسة ومياه ري مميزة، لكن في المقابل فهو يجد صعوبة في توفير اليد العاملة ونقص في الإرشادات الفلاحية التي يحتاجها حسب قوله. ولكن ما بعد الفلاح، الإنتاج ثم الإنتاج، ولكن الإنتاج ثم اليد العاملة، اليد العاملة ما ثمش، اليد العاملة ما ثمش خلاص. التنقل معناها الخدامة إلا ما نمشي معناها المدنيين والقصر جديد، نسري معناها بكري باش نجيب خدامة، نرجع خدامة، ساعات ظروف زادة ما تسمحش وكل شيء. مثل هذه المشاريع الفلاحية الكبرى بمدنين من شأنها أن تساهم في توفير الغلال على المستوى المحلي، خاصة وأن مشاريع مماثلة بهذه المناطق كالبحيرة وقصر جديد وطريق مدنين تمتاز باستثمارات فلاحية كبرى في مجال الغراسات والأشجار المثمرة، مشاريع تحتاج مزيد الدعم. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري آيكا مساء أمس إسنادها 14 إجازة أحداث واستغلال قنوات إذاعية جمعيتية توفرت ملفاتها على الشروط والمعايير المطلوبة، داعية كافة الإذاعات التي تحصلت على تراخيص إلى ضرورة استكمال إجراءات إمضاء اتفاقيات الإجازة وكراس الشروط. 14 إجازة إحداث واستغلال قنوات إذاعية جمعيتية أسندتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهيكا مساء أمس بعد استجابة ملفاتها للشروط والمعايير المطلوبة وفق بلاغ الهيئة. هذه القنوات الإذاعية هي الجمعية الطبية بالقيروان، إذاعة قيروان أف أم للصحة، جمعية قصور الساف للشباب والثقافة والإعلام أمبيونس أف أم، المعهد العربي لحقوق الإنسان السيدة أف أم، الجمعية المتوسطية للتبادل الثقافي والفكري راديو المهدية واحد، جمعية تالا المتضامنة تالا أف أم، جمعية إعمار وتواصل للتنمية إذاعة عليسة، أنا يقظ أي راديو، الجمعية الوطنية للإبداع والتنمية في الصناعات التقليدية راديو شمال، جمعية صوت بوغرنين إذاعة بوغرنين، جمعية النهوض بالإعلام بمنزل بورقيبة راديو 8 منزل بورقيبة، جمعية إرادة للثقافة والتنمية البشرية إرادة أف أم، جمعية بلاتين للإعلام راديو بلاتين، جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة إذاعة ريحانة، جمعية توني للإعلام الشبابي إذاعة المند أف أم. وفي صورة تخلي أحد المترشحين السابق ذكرهم عن مشروع بعث الإذاعة الجمعيتية أو تغير وضعيته القانونية أثناء دراسة ملفه بشكل يجعله في تعارض مع القانون، أكدت الهيكا أنه سيتم الالتجاء إلى قائمة الانتظار بالنسبة لملفات طلبات الحصول على إجازة إحداث واستغلال قنوات إذاعية جمعيتية. كما لفتت الهيئة إلى أنه في حال تنافس أكثر من ملف من بين الذين تم الإعلان عن قبولهم في المنطقة نفسها على تردد وحيد متاح للاستعمال في البث المطلوب، تعطى الأولوية للملف الحاصل على مجموع النقاط الأفضل. ودعت الهيكا كافة الإذاعات التي تحصلت على تراخيص إلى ضرورة استكمال إجراءات إمضاء اتفاقيات الإجازة وكراس الشروط في أجل شهر من تاريخ هذا البلاغ، مع إمكانية التمديد استثنائيا ب15 يوما على ضوء مطلب كتابي يرفع إلى مجلس الهيئة أسبوعا قبل انتهاء الأجل المحددة.
وفي إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات وحرصا على دعم الإعلام الجمعياتي، تعتزم الهيئة إعادة فتح باب الترشحات للحصول على إجازات إحداث واستغلال قنوات إذاعية جمعياتية لبعض الجهات التي لا توجد بها إذاعات جمعياتية. وبينت الهيئة أنه من بين المعايير التي تم الاستناد إليها لمنح التراخيص الجهة والتخصص وإعلام القرب واحترام القانون ومعيار الديمومة أي القدرة المالية للجمعية. بهذا تنتهي النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. إصابة وحيدة وافدة بفيروس كورونا، وارتفاع في عدد المتعافين، واستقرار في الوضع الوبائي في تونس في عدد من الجهات. مع اقتراب حلول عيد الفطر، تراجع الحركية في أسواق الخضر والغلال بسبب ضعف المقدرة الشرائية للمواطن والتوجه لاقتناء مستلزمات الاحتفال بالعيد. عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 94,000، والأمم المتحدة تحذر من أزمة تنموية جراء تراجع مستويات المعيشة في العالم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.